السلام عليكم خوتنا وحبابنا، واليوم درنا لكم هذا الفيديو على حاجة اللي راهي تدور في وهران، سموها غادي نتلاقوا. نتلاقوا في وهران بالجمعة، وين تتلاقوا؟ وش عندكم في وهران؟ وهران تاعكم، الوطن تاعكم وتاعنا، وأي إنسان يسال في هذه وهران، وهران ترحم كاع بالضياف. حنا عندنا الكوشة زيزلي، القهوة زواوي، ما عندناش حنا جهوية عنصرية، وقبايل زايدين معانا وكابرين معانا ونعرفوهم. راني نهضر على هذا اللي دار هذه الخطره تاع مسلسل ولاد الحرام ولا ما عارف، عبد القادر جريو راه يقول لهم نتلاقوا في وهران وكاع. مالك خويا اش كاين؟ هلا تلقى فيها صاي الوطن دنا رئيس ونديروا فيه الثقه التامه ونديروا فيه الكونفيونس ونتفائلوا خير. ما كانش كاع لي سبور الرب العالي بغا يتكرهونا تقنطونا، ما كانش لي سبور في هذه البلاد. تما تبون ان شاء الله بربي والله يكثر خير الجيش، الجيش الوطني الشعبي الله يكثر خيره اللي سلكنا من الورطه اللي كنا فيها. وكاين وحده اللي تطلق في راجلها سموها صوفيا ثاني، سيني ما وصلتو زيطوط راك طوط في الحيوط، زيطوط حشمو زيطوط وحافظ دراجي انتوما، وهذاك اللي غني دوب الكانو بهاكا اي بيت مرق بلاد. ما فهمتش انايا، كاين بلاد كاين عسكر نعرفو الشيطان خويا. والجمعه ما عندك وين تجي يا عبد القادر؟ الجمعه نبغوا نديروا لاسياز مور صلاه الجمعه، صلوا الجمعه وناكلوا طعام خويا ونديروا لاسياز نرقدوا، واللي يروح غابه تمثيله يروح منا صايب البلاد راهي مليحه خويا، ونقارعوا النتيجه. دروك نخدموا خويا نخدموا ونتعبوا ونشمروا على روحنا ونشوفوا نعاونوا هذا الرئيس اللي داروه، نعاونوه بدعوه الخير ونعاونوه بالخدمه. وكما يقول لك رؤوس العصابه كملوا معاهم، على بالي مع الوقت غادي يهودوا تحت تحتها ويحاسبوا ناس وكاع. المهم عبد القاجريو مع الشيطان خويا، وبرك انا من الفتنه، درت فتنه في وهران، درت مسلسل ولاد الحلال ولا ولاد الحرام ولا احنا كاع ولاد حلال، ديما دارونا في التلفزيون هذا مكانك معايا. اما اخويا قعد في قولك، قعد في قولك وخلي الوطن، ما نقولكش خلي وهران، خلي الجزائر ترونكيل. قالت انت ما تمثلنيش، انت باغي غير تركب الموجه. انا تاني درت الحراك، درت الحراك وشاركنا وكاع الجزائر شاركت في الحراك، من الحراك حقق النتائج فاتت التوقعات. انا ديفوند نحسب روحي راني النوم كيسو سعيد بوتفليقه، شوف الحمد لله حاجه فوق هادي ربي سبحانه. وكان نهضر لك هكا كاع رانا مخصوصين كاع الجزائريين مني وروح. انا تاني ما عندي سكنه ولا في خليله، مي كاينه حاجه سموها نديروا الامل والطمع في الله والشده في الله. هذا اللي نقوله لخوتي، وخلوا وهران ترونكيل برحمه الوادي، خلوا وهران ترونكيل. على ما تقولناش عبد القادر اليوم غادي نجي لوهران ونديروا مسيره تاع نحاربوا الملاهي، لا هذه ما تقولهاش. انا عشيت اخويا ودخل في قولك وريح، انت ما تمثلنيش انايا. انا نعاود نقولها لك، انت زيطوط بيطوط كيطوط ماش عارف كيشموكم دراجي هذاك اللي غنيها، انتوما ما تمثلوناش سي بون. وتحيه الجزائر، وتحيه الجزائر، والله ينزع بلادنا وخلوا فرصه لتبون.